أهلا بكم. يواصل حجاج بيت الله الحرام غير المتعجلين اليوم إتمام مناسك الحج برمي الجمرات الثلاث بمشعر منى وأداء طواف الوداع. هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن نجاح الخطط الصحية لموسم الحج لهذا العام وخلوه من أي أوبئة أو مهددات على الصحة العامة. حامدين شاكرين لله سبحانه وتعالى مكبرين مهللين. حجاج بيت الله الحرام ينهون مناسك الحج بطواف الوداع ليسدل الستار عن موسم الحج هذا العام. وقد قام ضيوف بيت الله الحرام غير المتعجلين برمي الجمرات الثلاث في ثالث أيام التشريق اتباعا لسنة الهادي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوجهوا قبل غروب شمس هذا اليوم إلى البيت العتيق وطواف الوداع. أنا فرحان وحزين، فرحان لأني كنت قاعد في الجنة، وحزين بإني أشوف مكة وهمشي. والله كملنا موسم الحاج واليوم اخر جمره، اليوم نرمي الجمرات وان شاء الله نودي على طواف الوداع في مكه، وان شاء الله نروح على اليمن ان شاء الله. الحمد لله على المناسك الحج، والله شعور يعني كفاءه، والله جامع كل شيء واجب. وزاره الصحه السعوديه اعلنت نجاح موسم الحج وخلوه من اي اوبئه أو مهددات على الصحة العامة، ويأتي هذا النجاح من خلال التكامل بين جميع الجهات الحكومية والاستعداد المبكر والتميز في إدارة الحشود والاستعداد لأي طارئ، حيث كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية أن عدد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من 1,800,000 حاج توافدوا من أكثر من 150 دولة.